قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام بأعمال صيانة والتنظيف لإطار الحجر الأسود والركن اليماني المعمولان بسلك الفضة المطلي بماء الذهب، وذلك من خلال كوادر وطنية مدربة ومؤهلة، حيث يتم مباشرة أعمال الصيانة والتنظيف من قبل الفريق المختص لإدارة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام. للحديث حول الموضوع بشكل أوسع ينضم معي عبر الهاتف الوكيل المساعد لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، المهندس فارس المطرفي. مهندس فارس، مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. هلا، مساء النور أخوي فيصل، وأنا سعيد جدا بتواجدي معاكم ولتسليط الضوء على مجهودات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وخاصة مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة. ما هي الآلية المتبعة في معالجة كافة الملاحظات على الكسوة؟ الآلية المتبعة في معالجة صيانة كسوة الكعبة انطلاقا من حرص واهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وخاصة الكعبة المشرفة، وبتوجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ عبد العزيز عبد الرحمن السديس، وكذلك المستشار الأستاذ عبد الحميد المالكي وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة. يتم نظافة وصيانة كسوة الكعبة المشرفة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع من قبل فريق مختص من الصناع السعوديين المتميزين كما ذكرت. ماذا يتم بشأن الكسوة القديمة مهندس فارس؟ بالنسبة للكسوة القديمة يتم استلامها من فريق مختص من الإدارة المالية ووضعها في المستودعات المخصصة لها. أيضا هل يتم خياطة الأجزاء المحيطة بالحجر الأسود والركن اليماني في الحرم نفسه؟ الكسوة القديمة أو الجديدة؟ أيوة أكيد يتم خياطتها يدويا كما هو موضح. يعني في الحرم نفسه يتم خياطتها ولا في المصنع مهندس فارس؟ لا، بالنسبة للكينار هو مصنوع من الحرير، الخيوط الحرير الخالص ومنقوش بالسلك الفضة المطلي بماء الذهب، يتم عمله يدويا من قبل 4 صناع مختصين في ذلك، ويتم خياطته على الكعبة في الحرم الشريف. كم عدد من يعملون في إزالة الكسوة القديمة ووضع الكسوة الجديدة؟ ما يقارب 25 صانع. نعم، أشكرك المهندس فارس المطرفي الوكيل المساعد لشؤون مجلس مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، شكرا جزيلا.